down here. Mr. Son. Hello. شرفني عبد الله الله يخليك عبد الله لك يا حبيبي عطلناك معلش تشرف الصورة بقى اوائل دي اوائل انت تسوي مرد برضه سواد عم حاج اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه بقى ها اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه راجل شايلها لك ايوه ماشي خلاص طب هو راح اه شغل عادي بس هو فين عندك حاجه في الشغل يا كبير متى كبير شفت الشغاله دي ايوه طبعا دي شغال بيها دي شغال بقى الشكاره بتاعتنا الشكاره بتاعتكم اما ايوه احمد هات الشكاره بتاعتنا شركة صانع ده برجوت تعال هنا تعال الظروف دي كويسه ولا احسن من كده عايزين حاجات احسن تعال تعال جوه عشان صوروا جنبها وهم معاك الشجره بتاعتك هاب باكج شغل فنادق ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يبارك لك يا كبير ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله تعالى بقى الأول العفان كانت عندي طريقة رهيبة مش خليك خليك تربح شوية مسكة لأن أنت مسكة دي مش هتخلي معاك انت عايزين تصور ولا ايه اه امال ايه انت كده انت في مصر ولا في هنا في مصر السلام عليكم حضرتك بس عايزين نعرف اسم حضرتك والمنطقه اللي حضرتك عايش فيها اسم طبعا القريه دي اسمها كفر داوود تمام طبعا السادات المنوفي تمام حضرتك قبل ما اول مره تستخدم كنت شغال ازاي في برنامج التسميد كنت شغال في برنامج التسميد كان في شركه اسمها ايفر جرو كان عندها اسمات بتنزله كنا شغالين بيه في الفتره دي لاحظت ان كان في عفن في التربه بكميه كبيره وحسيت ان النبات طبعا ما كانش فيه زي مناعه او مقاومه للعفن فكان طبعا بنستهلك عفن كتير وبنستهلك اسمده كتير لحد ما كنت طبعا شغال مع الراجل ده بناخد منه اسمده تمام فرحت له في شهر 4 اللي فات تمام 4/2019 تمام فقال لي في سماد نازل جديد عالي الجوده بتاعته فعلا تمام فسالته عن السماد قال لي اسمه صني تمام فاخدته عن تجربه خدت منه كميه صغيره عن تجربه بس انت مش كنتش مقتنع بيه قول له برضه لا ما كنتش مقتنع ما كنتش صغيره خدت قد ايه في الاول؟ خدت 5 شكاير بس 5 شكاير اه 5 شكاير دول استخدمتهم لكام فدان؟ ال5 شكاير انا طبعا التسميد لما دخلت على التسميد سميت ان الفدان 5 كيلو للتسميد تمام 5 كيلو للتسميد للفدان 5 كيلو للتسميد كنت شغال عن طريق الايه التنقيط التنقيط زي ما انت شايف فطبعا لما عهدت النبات فتره كان في الفتره الاخرانيه قبل ما استخدم صاني ده كان في كميه عفان رهيبه كانت بتبان على كانت في الارض كميه عفان كانت في الارض كانت بتبان على السمار وبتبان على الفرجر بتاعه وكده ما كانش فيه الاحجام اللي انت شايفها دي تمام ما شاء الله مع طبعا الاستخدام بتاع صاني بدات يعني قبل التنزيل بتاع الصبايط دي تمام بدات تبان الفوز لما كان بينزل طبعا يعني حضرتك استخدمت 5 كيلو